هبة شابة وجديدة. وكتير حلوة وبعمرها صغير وفيها كتير دقة، زي مثل ما كنا عم نشوف انا صحيح. وياكي قبل ما خلص الموجز، قديه فعلا رغم صغر سنه الشاب مجد الزاقوت اللي هو رسام وفنان تشكيلي، خلينا نقول عنده موهبة كتير حلوة وكتير مميزة. صورة بتحكي، زي مثل ما كنا عم نشوف انه الصورة لحالها بتحكي، بتحسها فعلا انسان قدامك، ورغم صغر هذا السن 14 سنة طبعا بلش مجد، وهلا عمره 15، رح نحكي بالتفصيل معه اكثر. صباح الخير صباح مجد. النور، يا اهلا، يسعد صباحك. تسلمي. يسعد صباحك يا يسعد مجد. صباحك. يعني اجيت وحاملنا هيك لوحات، ما صدقنا انه فرح، حسيناها انه كانه مطبوعين. صحيح، مطبوعين من الصور. اول شيء احكي لنا كيف اكتشفت موهبتك، رغم انه سنك صغير بس انه كثير في احتراف فيه. صح، انا اكتشفت موهبتي وقت ما كان عمري 11 سنه، كان صفي خامس. بلشت ارسم على الانسه تبعت المدرسه وارسم من اللوحات الموجوده على الكتاب، فحسيت حالي انه بحب هذا الشيء وبحب انه الرسم، فبلشت اتعلم. لقيت انه اليوتيوب فيه فيديوهات تعليم الرسم عليه، وبلشت اتعلم من اليوتيوب فيديو ورا فيديو فيديو ورا فيديو لحد ما لقيت انه مستواي صار منيح. بعدين سجلت بمعهد وكان في معلمتي الانسه صفاء بندق، بشكرها كمان، اشرفت علي. بعدين يعني ضليتني اتعلم 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 لحد ما صار مستوى كثير منيح، وبعدين بلشت شارك مسابقات ومعارض. كثير حلو. بدك تعطينا اللوحات؟ تمام. لانه ضروري انه نحن نعرضها. تفضلي. وكل صوره شو بتحكي؟ رح نبلش بهي باول صوره بالفحم. كثير حلوه. تمام. هي رسمتها بالفحم وحبيت طلع الواقعيه بالصوره، يعني بالظل حبيت التفاصيل تمام، والنمش والهي، فحبيت انه استخدم فيها الفحم وبين التفاصيل بهي اللوحه. كثير حلوة. في أشخاص معينين بيلفتوك إنك أنت ترسمون؟ أكيد. يعني أكيد في، مثلا أنا بحب أكثر شيء أرسم العجايز، ما بعرف، بحس فيهم تفاصيل وهذا الشيء الكبار بالعمر. إيه كثير، يعني ما بعرف، بحب هذا الشيء، بحب أرسم إنه الكبار بالعمر. أكيد. يمكن هي عن هي كمان عن عجوز، يعني حسيت في تفاصيل كثير، أنا بحب بس لاقي بالصورة كثير تفاصيل تجذبني وبحب إنه أرسمها، فرسمت هي الصورة بالألوان الخشبية. هي بالألوان شو؟ الخشبية. الخشبية. تمام. طالعة هيك. شو التفصيل يلي بتلاقيه بالعجائز، ان كان تجاعيد؟ تجاعيد. تمام. تجاعيد مثلا نظره العيون حسب يعني الصوره كيف شكلها. بتحب تتخيل وانت عم ترسم او بتفضل يكون الشخص موجود قدامك؟ هيك ممكن التفصيل. تمام. يطلع اكثر ويساعدك. بس يكون شخص قدامك بتطلع كل التفاصيل بالصوره الموجوده، يعني بتصير بتطلع الصوره بعد احلى معك. وبحب كمان ارسم من خيالي احيانا، يعني بس اكثر انا بشتغل انه انقل طلع التفاصيل الموجوده. في مشاهد او هيك مشاعر بتحب كمان تبينها؟ ايوه ببينها. بتحب تبين الحكمه بالبورتري او مثلا مسج معين توصلها عبر هيك؟ تمام. مثل هي الصوره رسمتها بالالوان الخشبيه عن حاله كورونا وقت ما كنت بالحجر، ما بعرف اثرت في هاي الحاله، فهي الصوره كثير حركت مشاعر بداخلي، فحبيت انه ارسمها بالالوان الخشبيه. شو بتحكي الصوره؟ معلش تحكي لي. لانه دائما الفنان زينب بيشوف شغلات يمكن احنا ما بنقدر نشوفها. هي الصوره انشهرت كثير وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هي عن كورونا، وكان في هالدكتور يمكن عم يودع مرته قبل ما يروح انه على المكان اللي هو بيشتغل فيه، فحسيت الصوره فيها حزن، فيها كل شيء يعني، فحبيت انه اعبر عن هي المشاعر بهي الصوره. كثير حلوة. والتفاصيل شوفي، يعني زينب عم نشوف انه التفصيل يعني حي. صحيح. عم نشوف وصلنا الاحساس والمسج اللي هو بده يوصله، اللي انا بدي اوصله. تمام. طيب خبرني، بالمدرسة شاركت بمعارض، اخذت جوائز، ترشحت لشيء لبعدين؟ تمام. انا بعد ما اتطور مستواي بلشت شارك بمعارض. اول معرض شاركت فيه هذا يعني صراحه كثير اعطاني تحفيز، كان معرض عن انه قدم وعي للمدمنين على المخدرات، فكان عن هيك موضوع شاركت فيه وكثير انبسطت بهذا المعرض، وشاركت مسابقات بوزاره الثقافه على مستوى القطر فيها بالجائزه الثانيه بال 2018 يمكن، ومسابقات كمان وزارة التربية كان تحت إشراف السيد الوزير، والحمد لله أنه قدرت فوز فيها. طيب مجد، لما نحن بدنا نحكي عن شاب بعمر ال 14 وهلأ أنت 15 سنة عنده هي التفاصيل الكبيرة وهي الدقة بالرسم، شو هي المراحل اللي اشتغلتها رح تقدر توصل لهون؟ مين ساعدك؟ مين قال لك هون صح هون غلط؟ أنا بس سجلت الأنسة صفاء بندق، أشرفت علي كثير وصراحة كثير أعطتني تحفيز لأني كمل،
واليوتيوب كثير 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 يعني فادني. انا صراحه استفدت كثير من اليوتيوب لانه في فنانين كبار بيعلموا بهذا الشيء وانا بستفيد منه. كنت تفتح هاي الاسماء الكثيره وتتعلم منها التفاصيل. اكيد. وصراحه المسابقات اللي كنت شارك فيها تحفزني، يعني مثلا اخر مسابقه شاركت فيها كانت على مستوى العالم، تشارك فيها 70 دوله منظمه الهيكال اليابانيه عملتها، وصراحه هاي المسابقه كثير حفزتني لاني كمل وقدم شيء احسن مستقبلا. طب انت عندك قناه على اليوتيوب؟ أكيد. عم تحاول تطوع مواقع التواصل لموهبتك أقدم موهبتي للعالم. اليوتيوب صراحة كثير أنا بحبه، بحب إنه شارك الفيديوهات على اليوتيوب، شو ما بصير معي بحب شاركه، حتى يعني ممكن أحيانا أخرج عن رسم وممكن أحيانا أعلم رسم، يعني الشيء اللي أنا بحبه بقدمه باليوتيوب وكثير بحبه أنا يعني مثل الرسم. كيف عم تكون ردود الأفعال على لوحاتك لأنك صاحب قناة اليوم؟ تمام صح. وكل هي التفاصيل عم تشارك الناس فيها، شو كنت تكون ردود اليوم؟ كيف عم تاخذ هي التعليقات ان كانت سلبيه وان كانت محفزه وتشجيعيه؟ صراحه انا بس انشر الفيديو على اليوتيوب، يعني بحس انه كل العالم بتشوفه، يعني ممكن عالم مثلا تحط ما ديسلايك ما يعجبها الفيديو، فانا عادي يعني بتقبل. في ناس ما بتحب وفي ناس يعني اغلب العالم بيكون عاجبه الشيء اللي عم بقدمه، فانا بنبسط، المهم انه في عالم عم بتحب الشيء اللي عم بقدمه. طب اليوم انت شو بتوجه هيك كلمه لكل الشباب اللي من عمرك صغار؟ قد الموهبه حلوه، بتعطي اندفاع للحياه. صح. بتعطي انه حب للحياه. تماما. صح. اذا عندك شيء بتحبه او شغف حاب تقدمه للعالم او الشيء اللي بتحب تشتغل فيه اشتغل فيه، ولانه هذا الشيء صراحه كثير بيعطيك انه محبه للشيء اللي انت يعني فيه وبخليك انه تكمل لقدام وتحب يعني الحياه اللي عايش فيها. تمام. يعني اليوم مجد يلي بعمر ال 15 عم نشوف هاي اللوحات الحلوه، وين بتشوف مجد بعمر ال 17 بعمر ال 20 بالمرحله الجامعيه، وين بتشوف حالك؟ ان شاء الله هلا بعد ما خلص البكالوريا راح اكمل دراسه الفن ان شاء الله بفرنسا او بشي مكان يعني يكون فيه الفن كبير، وحاب اتوسع بهذا الشيء وادخل يعني كل مجالات الفن، حاول اني فوت فيها واتوسع فيها واوصل لاكبر مستوى بطمح له. ان شاء الله مجد بتستاهل. ان شاء الله يا رب. زينب قد ايه نحن بنكون مبسوطين كل يوم لما بنكون عندنا فعلا موهبه حقيقيه مو تحت تسميه موهبه، يعني صحيح. اللوحات لحالها عم تحكي عن حجم يمكن التعب، حجم يمكن الموهبه اللي عندها. عنده اصرار حتى يتعلم كمان. صح. بيجي لعندك من رفقاتك بيقولوا لك ارسم كثير صراحه هذا الطلب كثير بيجيني، انا يعني بحب ارسم بعض عالم، في عالم ما بحب ارسم، فانا بنحرج شوي احيانا في تفاصيل معينه هيك عن جد بتلفتك. صح. في احيانا مثلا تفصيل معين بحب انه اطلعه. شو اكثر تفصيل بالوجه بيلفتك؟ العيون اكثر شيء. العيون بحبهم اكثر شيء ارسمه. كثير حلو. كمان يعني اليوم عم نحكي عن هي التفاصيل اللي هي بتلفت كل شخص، العجائز اكثر الناس اللي بتحب انت ترسمون. دائما بيقولوا مجد يمكن الواقع بيفرض على الفنان شيء معين، اما بفجر موهبته اما يمكن بيخمض هي الموهبه وبيموتها داخله. اليوم الظروف كثير صعبه على الكل. كيف قدرت انت يمكن تتجاوز او تغض شوي نظر عن هي الظروف حتى تقدر تطلع موهبتك وتقدم لها الشغله؟ صراحه يعني صحيح انه في ضغط بالحياه بهذا المكان، ولكن انا بس انه امسك القلم او بنسى كل شيء بصير بعالم ثاني، يعني الرسم كثير بيساعدني بهرب، مو بهرب يعني بطلع من الشيء اللي انا فيه. نعم. يعني مجد بما انك انت مميز بموهبة الرسم بين رفقاتك، كمان غير اللي رسمني وما رسمني في حدا بيقول لك علمنا؟ كمان هدول اكثر طلبين رسمني وعلمني. يعني بعلمهم، انا بعطيهم نصائح. تمام. اللي بحب الرسم بحب انه انا اعطيه نصائح ليكمل، لانه حرام يكون عنده موهبة ويتركها ويقتل الموهبة ما يكمل فيها. انت بتحب البورتريه اكثر؟ انا البورتريه اكثر شيء يعني بحس هيك في تفاصيل فبحب انا اجيبها بالصوره. هلا مجد نحن ما عم نشوف بس فنان بعمر صغير 14 او 15، انا مصره صغرك مو صح بعمر ال 15 عم نشوف يمكن شاب متوازن عنده قدره على الحديث ويمكن النقاش حتى، وعنده كثير كم من الهدوء. قد يمكن بيئه البيت اللي انت عايش فيه، الوسط اللي انت بتربي فيه، هو يمكن ثقل شخصيتك. صح. صح. وخلاك بهذا الهدوء وبهذا الاتزان لحتى مو بس يكون عندك موهبه. صح. قدره على الحوار اللي عم نشوفه. صراحه يعني اهلي انا مو يعني حسن هادين، فانا يعني طالع لهم، وامي اكثر شيء عندها هدوء،
فانا طالع لامي يعني هيك هذه. هلا اهلك معك؟ ايه كمان امي واختي معي. يعني هذا نوع من الدعم، قد ايه فخورين. صح بدعموني كثير. بنوجه لكم تحيه. حلو الاهل يفخروا بابنهم. صح وحلو الابن يتحمل مسؤوليه ويكون عنده طموح. نحن بنتمنى لك كل التوفيق يا مجد. وشكرا لكم كثير. بنتمنى نشوفك اهم فنان سوري يمثلنا برا كمان. شكرا لكم. شكرا ان شاء الله يا رب. اكيد شكرا مجد. شكرا كثير لك. شكرا لاهلك يلي عن جد عندهم كل هذا الوعي وكل هذا الدعم. صح ناطرينك نشوفك باهم الاماكن ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا لكم كثير على الاستضافه.